المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق. نستهل الجولة بالعناوين. رئيس مجلس الوزراء يعود من واشنطن بعد زيارة وصفت بالناجحة. متحدثون حول البرنامج الإسعافي يدعونا للتركيز في قضايا السلام والاهتمام بقضايا معاش الناس. حكومة نهر النيل تنتقد الدعاوى التي تتبناها جهات لإضراب المعلمين وتعطيل الدراسة. أهلا بكم. اختتم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك والوفد الوزاري المرافق له زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وغادر واشنطن منهيا بذلك زيارة رسمية ناجحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة أيام، أجرى من خلالها عددا من اللقاءات المهمة بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي، فضلا عن مخاطبته لعدد من المراكز البحثية وعدد من اللقاءات الإعلامية، كما التقى برئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، فضلا عن لقائه برجال المال والأعمال ومخاطبته لتجمع السودانيين في أمريكا. دعا تحالف شباب السودان للبناء والسلام كل مكونات الشعب السوداني إلى ضرورة التوحد والتكاتف من أجل بناء سلام يعزز مفاهيم المواطنة والتعايش السلمي ما بين مكونات المجتمع المختلفة، مؤكدا أن المرحلة التي تعيشها البلاد تستوجب من الجميع التراضي والمصالحة من أجل الوطن. وقال القيادي بالتحالف الشرتاي سمير إسماعيل خلال المهرجان الرياضي بمنطقة الحاج يوسف الذي جمع لجان مقاومة جنوب الحزام بتنسيقية التكامل مربع 3، قال إن المستقبل للشباب ما يجعل دعمهم ومساندتهم لإزكاء روح البناء الجماعي ونبذ العنصرية والجهوية أمرا مهما، مشيدا بالتناغم ما بين المكون العسكري والمدني في هيكل الحكومة الانتقالية، مجددا رفض التحالف لأي نوع من أنواع التقليل أو عرقلة جهود الحكومة في الوصول لغايات الثورة. دعا متحدثون في ندوة حول البرنامج الإسعافي والأداء السياسي والتنفيذي لحكومة الحرية والتغيير خلال 100 يوم الأولى من البرنامج المطروح، دعوا إلى ضرورة التركيز على قضايا السلام والاهتمام بقضايا معاش الناس باعتباره القضية التي تلامس حياة الناس بصورة مباشرة. وقال القيادي بحزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي إن الحكومة الانتقالية ورثت تركة ثقيلة بالتحديات الاقتصادية خلال 30 عام الماضية، مشيرا إلى أن تلك التحديات انعكست بصورة واضحة على أداء الحكومة، مضيفا في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لتقييم أداء الحكومة خلال الفترة الماضية نظرا لتلك التحديات. وضع الاقتصاد الموروث اللي هو حقيقة كارثي، في تحديات مستجدة للوضع الاقتصادي اللي هو نحن الشكل الحكم الدخل ده جانب يمكن يكون فيه تداخل طبعا سياسي اقتصادي، تعدد مراكز القرار، يعني التركيبة الموجودة فيها مكون عسكري ومكون مدني، هنا في تباينات ناس عايشين تفاصيلها، وفي تباينات داخل الحاضن السياسي اللي هي جسم الحرية والتغيير، ودي من الإشكالات لأنه القرار لما يكون ما عنده جهة واحدة متفقة متسقة مبنية على الدراسات في ظل أوضاع شائكة زي دي، ده بيشكل في حد ذاته مشكلة ومهدد. طلب الخبير الاقتصادي محمد الناير بضرورة الانتباه لمعاش الناس ومعالجة قضايا الحياة اليومية للمواطن، وأشار إلى أن التركيز على تحقيق السلام وجهود رفع السودان من قائمة الإرهاب يجب ألا تنفصل عن مخاطبة القضايا المعيشية الملحة، ودعا للالتفات إلى المغتربين وكسب حماسهم الداعم للتغيير في إصلاح الاقتصاد الوطني. اهتمام الدولة كله منصب نحو الخارج، اتفق مع سيد صديق ممكن في المسألة دي، واهتمام الدولة كله منصب نحو السلام وقضية قائمة الإرهاب. صحيح السلام مهم وقائمة الإرهاب يعني رفع اسم السودان من هذه القائمة قضية مهمة، لكن معاش الناس هو الخط الأحمر، وهو الذي لا ينتظر بطء أداء الحكومة في هذا الجانب. لذلك نحن نحذر من هذا المنبر أن الدولة إن لم تسرع الخطى في معارضة القضايا الراهنة ستكون مشكلة معقدة،
حتى هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تعطيل مسيرة الحكومة الفترة الانتقالية. يعني دي مشكلة واضحة جداً، إذا الناس ما تحملت وحاولت تطلع من جديد بتأثر على مسار الحكومة الانتقالية. لذلك الحكومة نفتكر حتى الآن لم تنتبه تماماً لهذه القضايا التي يمكن أن تشكل إشكالات كبيرة جداً في المرحلة القادمة. عقد ولاية جنوب كردفان المكلف رشاد عبد الحميد مؤتمر صحفي تطرق للعديد من القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه الولاية، أبرزها السلام والقضايا المتعلقة بالانفتاح الذي حدث والتواصل مع الحركة الشعبية وفتح أسواق جديدة والعودة الطوعية للعائدين وما يحتاجونه من دعم ومساندة خاصة النساء والأطفال، مثمنا دور مجلس الرعاية والطفولة بالولاية وما يقوم به من أدوار تجاه الأطفال، كما تحدث عن التعدين وما يتصل به من قضايا استخدام مواد مضرة بالبيئة والإنسان مما أدى إلى إيقاف الشركات. تغيير الحدث في السودان له يعني هناك وضع أمني مستقر تماما، حركة الشعبية أعلنت وقف إطلاق النار لغاية نهاية هذا الشهر، وأيضا نحن أعلننا وقف إطلاق النار في كل السودان، وده زي ما قلت لك دي كلها الإيجابيات التي يعني ظهرت بأنه الناس كلها شركاء في عملية هذا التغيير. الحركة الشعبية جزء أصيل من أبناء هذه الولاية لظروف ما بيذكروها كثير، تهميش وخدمات حاجات زي دي، الناس شالت السلاح ومشت، لكن لأنه الآن الموقف تغير. جنوب كردفان عندنا أمرين اللي هو الطريق الدائري والكهرباء القومية، حاجات كثيرة جدا دائرة، طرق، مستشفيات، مياه، مدارس. انتقد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد الدعاوى التي تتبناها بعض الجهات لإضراب المعلمين وتعطيل الدراسة بولايته نافيا وجود أي مبرر لها. وقال حماد لدى مخاطبتي بمدرسة الشيخ حمد الثانوية بنات بعطبرة احتفال استلام المدرسة للمعدات والأجهزة المقدمة هدية من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالبلاد، قال إن حق الإضراب مكفول بموجب الدستور والقانون وفق الدوافع والأسباب الموضوعية، لكن إغلاق المدارس وتحريض المعلمين والطلاب على عدم الانتظام في الدراسة أمر مرفوض ولن تتساهل فيه حكومته. وأعلن الوالي في هذا الصدد قبول استقالة رئيس دائرة التربية والتعليم، مؤكدا بأن التعليم يمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية. الشيء اللي حصل من إضراب خلال الثلاثة أيام ما كان فيه أمانة مهنية، في مطالب قدمت ونحن عالجنا كل المطالب وقلنا المطالب تمشي في البروزيدير بتاعتها، كان رفعوها قبل شهر، كان رفعوها قبل سنة، هي مطالب ومشروعة ومكفولة. الإضراب حق مكفول، تضرب تضرب، القانون والدستور كفل ليك ذلك، لكن تكفل المدرسة أو تحرض جزافا ده كلام جملة وتفصيلة مرفوض، ودي دولة نحن ما نقبل، في مشارع مطلوبة. بعدين الضحية الطالب، نحن يعني نأمل ونحشم أن العام يستمر والعام يستغر وفق ما هو مخطط له. في مشاكل، في مشاكل، الدولة كلها فيها مشاكل، الدولة دي كانت لها 30 سنة أحدثت من الشروخات ما بيتحل في شهر ولا بيتحل في شهرين ولا بيتحل في ثلاثة، لكن المشاكل تحل بالمنطق وتحل بالجلوس مع بعض وتحل بالتشاور في إطار الاستشعار بالمسؤولية الكلية. إلى ذلك أشار مدير جهاز الأمن والمخابرات بنهر النيل يوسف بشارة سليمان إلى أن الجهاز ظل منفتحا على المجتمع ومشاركا في كافة برامج المجتمع وهمومه، لافتا إلى أن قضية ترقية وتطوير العملية التعليمية تندرج ضمن اهتماماتهم المحورية، ممتدحا النجاحات التي ظلت تحققها مدرسة الشيخ حمد والولاية على الصعيد القومي. حقيقة السيد مدير العام للمخابرات العامة سادة الفريق أول دمبلاب عندما قام بالتكريم بتنا إسراء وعد بتقديم احتياجات هذه المدرسة ووعد بوعده،
والآن اليوم أتى إلينا المقدم عبد الباسط موفد السيد المدير العام من الخرطوم يحمل هذه الأثاثات، وقلت له يا أخي نحن في نهر النيل نتميز في أي شيء حتى في المواعيد اللقاءات. العمل والشؤون الاجتماعية لنا الشيخ الدور الرائد لخلاوة القرآن الكريم في تماسك النسيج الاجتماعي في السودان، وأضافت لدى تدشينها لنفرة الخير لخلاوة القرآن الكريم التي تسيرها الأمانة العامة لديوان الزكاة لخلاوة القرآن الكريم إن الديوان سيظل سندا وعضدا للفقراء والمحتاجين وسدا لكل ثغرات الفساد تحقيقا لشعار الثورة المنادي بالعدالة. وأن أؤكد على سعينا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيلاء فريضة الزكاة ومؤسساتها كل الاهتمام كواحدة من أهم وسائل وآليات الضمان الاجتماعي عبر توفير كل السبل لتحقيق مقصدها الأساسي الذي يتجاوز سد حاجات الفقراء وإشباعها لبعض الوقت إلى إخراجهم من دائرة الفقر بتمليكهم الوسائل التي تحميهم من التردي في الفقر بتمليكهم وتنقلهم من الحاجة والحرمان إلى الكفاية. كما نؤكد على اهتمامنا بالخلاوي كمؤسسات تعليمية أهلية وتكافلية ومراكز إشاعة تعليمي هامة عبر السعي لتطوير بيئتها التعليمية حتى تستطيع الانتقال إلى آفاق أرحب تزيد من فعالية رسالتها السامية. من جانبه أوضح المدير العام أو الأمين العام لديوان الزكاة أحمد عبد الله عثمان أن القافلة تستهدف أكثر من 2000 خلوة بتكلفة تتجاوز 1 مليار جنيه تشتمل على مواد غذائية وملابس ومعينات أخرى للطلاب. قافلة أو نفرة الخير الكبرى لدعم الخلاوي في كل السودان في كل ولاية السودان في حدود 136 مليون و 327 ألف 650 لعدد 2522 خلوة، ويشتمل هذا الدعم على طعام الذرة والدخن والقمح حسب طعام أهل كل منطقة من المناطق، بالإضافة إلى السكر والفرشات والبطاطين والجلاليب وفنائل الصوف، خصوصا ونحن مقدمين على موسم الشتاء أو فصل الشتاء. وكذلك نقدم دعم نقدي لمواجهة بعض الاحتياجات الأخرى في هذه الخلاوة. نجحت مبادرة مجموعة الراجح الدولية للزراعة والاستثمار بمشروع الكفاء الزراعي الوقفي بمحلية بربر بولاية نهر النيل، نجحت في إضافة سلسلة قيمة اقتصادية لأصناف التمور بالولاية، وذلك بعد أن اكسبتها جدوى تسويقية محلية وخارجية عالية مستفيدة من التكنولوجيا المتطورة لمصنع النيل للتمور. بطاقة إنتاجية تبلغ 3 أطنان يوميا من منتجات التمور، نجحت شركة إفريقيا للتطوير والتنمية إحدى استثمارات شركة الرشح الدولية للزراعة والاستثمار بمشروع الكفاءة الزراعي بمحلية بربر، نجحت في إحداث اختراق مهم في الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور، حيث استطاعت استغلال المنتج المحلي من البلح وتصنيعه وتسويقه محليا وخارجيا. بنرفع القيمة بتاعة التمور عشان المزارع يستفيد بقدر الإمكان قبل ما تصل للتاجر. يعني زمان الود خطيب والود لقاي، ودي تقريبا التمور اللي بتنتج في ولاية نهر النيل، كانت ما مرغوبة في العالم، لكن بعد ما لمعناه كده وبقينا نغلفها وكده الحمد لله حس عندنا طلبات لإغاثة في سوريا، وبيشتروها لتركيا بكميات كبيرة جدا جدا، وإن شاء الله نقدر ندخلها بصورة أكبر للسوق العالمي. مصنع التمور بشركة إفريقيا للتطوير والتنمية علاوة على مساهمته في رفع سلسلة القيمة الاقتصادية للتمور بولاية نهر النيل وتشجيع المنتجين على التوسع في زراعته، فقد فتح فرصا للتوظيف للشرائح الضعيفة في المجتمع من النساء بجانب الخريجين والشباب. المصنع أدى فرصة بالذات لبربر إنه يستوعب عدد كبير من العمالة، يعني أتاح فرصة كبيرة لأرامل بربوا في أيتام، وأتاح فرصة لربات بيوت محتاجين لشغل، أتاح لهم الفرصة هنا في المصنع، كذلك لعدد كبير من الخريجين. إحنا السنة اللي فاتت كان عندنا كمية كبيرة أكثر من 30
فرصة بتاعت عامل احنا اتحناها اليوم، والسنة دي ان شاء الله هيكون برضو اكبر. ونظرا لحرص إدارة الشركة في رفع الكفاءة التنافسية لمنتجاتها من التمور بالمصنع، فإنها تعتمد مؤشرات الجولات التفتيشية المعنية بضبط جودة ومواصفات منتجاتها من الجهات المختصة. في ملاحظات بتخص المستهلك، التأكد من العبوات، التأكد من صحة المنتج، تأكد من العبوة دي هل سليمة صالحة ذات اللي بتعبى فيها المنتج ده، تأكد من نظافة وفرز وجودة هذا المنتج سنمشي للمستهلك منتج سليم. ولم تكتفي شركة إفريقية للتطوير والتنمية بمجال تصنيع منتجات التمور فقط، بل امتدت أنشطتها الزراعية لعدة مجالات أخرى بهدف توفير أغذية بنوعية جيدة للسوق المحلي والعالمي. عندنا يعني معمل بتاع أنسجة، هو أول معمل للأنسجة النباتية للإنتاج التجاري في السودان. السكوب بتاعنا الرئيسي هو توفير يعني أغذية بنوعية جيدة للمجتمع المحلي. وعلى الرغم من التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في استثمارات مجموعة الراجح الدولية بمشروع الكفاءة الزراعي بمحلية بربر، إلا أن هذه الاستثمارات وقفية وليست ربحية أو تجارية. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. ولاية الخرطوم تدشن دفعة جديدة من البصات لحل مشكلة المواصلات. اقتصاديا، دشنت ولاية الخرطوم دفعة جديدة من بصات المواصلات قوامها 50 بصا تمثل الدفعة الثالثة من البصات القادمة من السعودية بإجمالي 300 بص، وذلك بحضور معتمد الخرطوم اللواء صبري بشرى ومدير عام وزارة المالية آدم عوض الله ومدير شركة المواصلات، والذين أكدوا خلال التدشين أن هناك بصات قادمة من دولة قطر عددها 120 من جملة 200 بص كانت قد وصلت منها 80 بص، بالإضافة إلى هدية من شركة المواصلات القطرية بعدد 20 بص وقطع غيار بقيمة 460 ألف ريال قطري. وتأتي هذه الدفعات في إطار جهود ولاية الخرطوم لحل مشكلة المواصلات، وسيتم توزيعها على الخطوط الطويلة وبعضها احتياطي يستخدم في التدخل السريع لحل أزمة المواصلات. طالبت اللجنة العليا لتسيير عمل المخابز بسحب الثقة من اتحاد أصحاب المخابز وإنشاء آلية رقابية تهتم بتوزيع الدقيق كجسم رقابي لأصحاب المخابز لحمايتهم من مافيا الدقيق الذين يستغلون الدقيق لمخابزهم، بينما المخابز الأخرى لا تجد جوالا واحدة. وقال صابر السير عضو لجنة التسيير إن هنالك عدة محاور طرحت للنقاش، أهمها نقص حاد في الدقيق لأصحاب المخابز وندرة في الغاز ومعظم العمالة من الطلاب مع فتح المدارس والجامعات، وأن تكلفة الإنتاج عالية، بالإضافة إلى تجاهل تام من قبل اتحاد أصحاب المخابز تجاه عضويته. وأوضح خلال انعقاد اللجنة العليا لتسيير عمل المخابز التي ضمت اتحاد مخابز ولاية الخرطوم ومحليات أم درمان وكارري وأم بدة أن اللجنة تهدف لاستقرار توفير سلعة الخبز للمواطنين دون جهد أو عناء ودون إضرار بمصالح أصحاب المخابز. نهاية جولتنا في السودان هذا المساء، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس مجلس الوزراء يعود من واشنطن بعد زيارة وصفت بالناجحة. متحدثون حول البرنامج الإسعافي يدعون للتركيز على قضايا السلام والاهتمام بمعاش الناس. حكومة نهر النيل تنتقد الدعاوى التي تتبناها جهات لإضراب المعلمين وتعطيل الدراسة. نهاية السودان هذا المساء، أشكر لكم طيب المتابعة. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. في أمان الله.